بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة والسيدات، أكرر الظهور أمام حضراتكم لأضع بعض النقاط في حول الأحداث القائمة الآن، لأن البعض قد تساءل معي تليفونيا وأرسل لي هل يعني دعم الدولة المصرية للفلسطينيين وتقديم 500 مليون دولار أعلن عنها الرئيس السيسي، وهذا الدعم المهول في شكل العينيات الطبية والمأكولات إلى آخره، وكل ذلك تحت حماية الجيش المصري، ماذا يعني ذلك؟ أقول يعني أولا كما قلت في الفيديو السابق أن هذا يؤكد عودة مصر إلى دولها الريادي ودورها المحوري في منطقتها وإقليمها العربي وأيضا الإفريقي. يعني ذلك أيضا أن الجيش المصري هو الذي يرعى هذه المساعدات. الجيش المصري هو الذي يشرف إشرافا كاملا على تقديم كل المساعدات الطبية والعينية المعيشية وغيرها، وكثير من الأمور التي لا يستطيع اللسان أن ينطق بها الجيش المصري يدعم ذلك كله. يعني ذلك إيه؟ يعني سقوط الوهم الذي حاول بعض المتربصين وبعض الخونة وبعض الكاذبون وبعض السفهاء أن يصدروه للمشهد المصري وللمصريين بوجه الخصوص وللعالم العربي بوجه العموم خلال 5 سنوات مضت، عندما تحدثوا عن صفقة القرن قائلين أن مصر ضالعة في تمرير هذه الصفقة، وأن هناك اتفاقات سرية بين القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي ومعاونيه أنهم ضالعون في تمرير هذه الصفقة، وأن هناك اتفاقات سرية بيننا وبين أمريكا وبين إسرائيل وبين روسيا وبين فرنسا وبين إنجلترا وألمانيا وبعض الدول الأخرى حول تمرير هذه الصفقة، وأننا سنوافق على استقطاع جزء من أرض سيناء لتنضم إلى قطاع غزة ليقوم عليها كيان جديد أو دولة جديدة تستوعب كل الفلسطينيين، وتنعم إسرائيل ب90% من الأراضي أو 92% بالتحديد من أراضي فلسطين. الآن سقطت كل الأقنعة، الآن انكشفت كل الأمور، الآن انقلب السحر على الساحر. مصر الآن تقول لا لصفقة القرن. عمليا لقد رفضها النظام المصري ورفضها، وأعلن عن ذلك الرئيس السيسي، أعلن أننا لن نقبل بهذه الصفقة أبدا، أننا لن نكون جزء في تمرير هذه الصفقة أبدا، أبدا لن نفرط في حبة رمل واحدة من الأراضي المصرية. شكك المتشككون، شكك السفهاء والمتربصون في ذلك وقتها. الآن الرئيس السيسي يقول تسقط صفقة القرن عمليا، وأننا قادرون على الوصول إلى قلب غزة، ليس كما يروج بعض القيادات وصقور الجماعة الإرهابية في تركيا وفي قطر، أن مصر الآن لديها مخطط تحاول به أن تدخل إلى قلب غزة لتتجسس على حماس. وماذا تمثل حماس بالنسبة للدولة المصرية؟ ما هي إلا جماعة إرهابية، جماعة كان عليها أن تنشغل بالقضية الفلسطينية، كان عليها أن تتوافق مع كل الفصائل الفلسطينية الأخرى، وأن تبني دولة فلسطين، وأن تدعم مؤسسات فلسطين، وأن تقف مع السيد أبو مازن أيا كان الخلاف السياسي، لأن المرحلة وطبيعة المرحلة الفائتة خلال 25-30 سنة تحتم على السيد خالد مشعل الذي يعيش هناك في متنقلا بين قطر وبين انجلترا وبين تركيا،
ويحصلون على الكثير من الأموال. هؤلاء لا يمثلون القضية الفلسطينية، لأن البعض ربما يقول إذا كانوا بهذا السوء بعض القادة فلماذا ندعمهم؟ نحن لا ندعم أشخاص، نحن ندعم قضية أصولية، قضية محورية، قضية أساسية، قضية تمثل لنا عمق عقائدي وعمق تاريخي وعمق نفسي وعمر حياتي، قضية فلسطين وقضية القدس. لا نقف طويلا أمام هؤلاء الذين فرطوا كثيرا في حق الدولة الفلسطينية وفي حق الفلسطينيين، حتى الذين تركوا فلسطين واستوطنوا في بلاد كثيرة، وربما منهم من نسى القضية الفلسطينية. نحن ما زلنا ندعم فلسطينيون يطلق عليهم عرب 48، هم أصحاب الأرض، هم الذين رفضوا الخروج من الأرض، ندعم هؤلاء جميعا. الآن مصر ليست في حاجة لأن تتجسس لا على حماس ولا على غيرها، فمصر لها أزرع طويلة تستطيع أن تحقق ما تسعى إليه، وتستطيع أن ترصد كل شيء، وتستطيع أن تنقل إليها كل الأخبار بطرق سهلة جدا جدا. أما الأغبياء وأما أنصاف المتعلمين وأما أنصاف القارئين للتاريخ وأما أنصاف المحللين، أما السفهاء، أما الكارهون، أما المتربصون، هم الذين يفهمون القضايا بعقول ضيقة، يقولون مصر تريد أن تدخل إلى قطاع غزة. يا سلام يا أخي، وكأن العالم في غيبة وكأن الدنيا كلها في غيبة. لو لم يعرف العالم كله وأمريكا في مقدمته وإسرائيل قوة الجيش المصري وقوة الدولة المصرية رغم ما تمر به من أزمات واهتزازات اقتصادية، فنحن في مرحلة البناء، مرحلة التنمية، مرحلة تقوية الاقتصاد القومي المصري، مرحلة يعاني منها الشعب والنظام، الكل يعاني، ومع ذلك مصر دولة قوية. وتصدر التقارير في الأسبوع الماضي كلها من مؤسسات اقتصادية كبيرة تقول أن أسرع نمو اقتصادي في العالم هو في الدولة المصرية، لحجم الأعمال التي تقام برعاية القيادة السياسية وبرعاية الجيش المصري وبحماية الشرطة المصرية التي تحمي المؤسسات وتحمي المشروعات وتحمي الأفراد وتحمي الدولة المصرية من الداخل. نحن نعمل جميعا في تناغم لصالح هذا الوطن ولصالح هذا الشعب. مصر ليست في حاجة لذلك، لأن مصر تستطيع أن تدخل غزة في أي وقت وأن تسيطر في كل في أي وقت، ولكن لها استراتيجيتها، لها مخططاتها، لها أهدافها. مصر تعمل في تؤدة، تعمل في صمت، تعمل بروية، تعمل بتعقل. لأن البعض يقول أيضا لماذا لا نقوم بحرب؟ الأمور لا تقاس بهذا، وعلينا أن نعطي الثقة للقيادة المصرية ولجيشنا المصري أن يتخذ من التدابير الاحترازية في أي وقت، وأن يقرر هو متى يحارب ومتى يسالم ومتى يتدخل ومتى يتوقف. كل ذلك نحن نثق في قيادتنا، نثق في جيشنا، ومن ثم فلنترك هذه الأمور لهم وحدهم. مصر أصبحت الآن صاحبة قرار تقول للعالم كله ولأمريكا ولإسرائيل، مصر اليوم ليست الأمس، ومصر المستقبل لن تكون مثل الأمس ولا مثل اليوم. مصر ماضية في تقدير أمورها، مصر ماضية في تحقيق كل أهدافها. مصر تقول لكل المتربصين بها سواء كانوا في أوروبا أو في آسيا أو في تركيا أو في قطر أو في إفريقيا الذين يهددون مصر في مائها، هي رسائل من الدولة المصرية تعي وتدرك تماما القيادة السياسية متى ترسلها ومتى تطلقها وما وكيف ترتب لها. هذا هو الأمر كله. أنا كنت في 2006 عندما حدث اعتداء من الدولة الصهيونية على شعبنا العربي المسلم في لبنان، كنت مش في البرلمان في هذا التوقيت،
وشاركت في مسيرات طويلة جدا، ذهبت من البرلمان إلى ميدان التحرير إلى القصر الجمهوري بعابدين، وشاركت في عدة مؤتمرات، لأنني ضمن الداعين لرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، إلا بعد أن تحرر أرضنا في سوريا في الجولان وفلسطين، وأن يعود الحق العربي إلى أهله. هنا نستطيع أن نتحدث عن سلام، لأننا أمة سلام ولسنا دعاة حرب، إنما إذا فرضت علينا الحرب نحارب، إذا فرض علينا القتال نقاتل، إذا اعتدى المعتدي على أرضنا نصد هذا المعتدي، ونقدم الغالي والرخيص، نقدم أنفسنا أموالنا أبناءنا دفاعا عن ديننا وعن عقيدتنا وعن رسالتنا وعن أرضنا وعن نسائنا وعن أطفالنا. هذا هو معتقدنا الذي تربينا عليه ونربي عليه أبناءنا، وكل المسلمين عربا كانوا أو غير ناطقين بالعربية يدركون هذه الحقائق. كنت في عام 2006 أفعل ذلك، وذهبت إلى سوريا والتقيت بالرئيس بشار الأسد في هذا الوقت الذي كان داعما لحزب الله وللحق اللبناني في الدفاع عن أرضه، وذهبت إلى سوريا بعد ذلك، من سوريا إلى لبنان، ذهبت من سوريا إلى لبنان والتقيت بالسيد محمد حسن فضل الله، والتقيت برئيس الدولة اللبنانية، وكان معي قادة بارزين من السياسيين وأعضاء البرلمان وأساتذة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. كان معي الأستاذ عبد الإله عبد الحميد عضو مجلس الشورى الذي يشغل الآن أمين تنظيم حزب الحركة الوطنية، كان معي المهندس حلمي الجزيري كان عضو شورى، كان معي المرحوم طلعت القواس، كان معي كثيرون من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعلماء من الأزهر، وأمضينا أكثر من 6 أيام نعلن عن دعمنا للحق العربي وللمقاومة في لبنان وفي سوريا وفي كل مكان، وسنظل ذلك ونكرر مثل هذه الزيارات الداعمة. لكن أدركت في هذا الوقت مدى وقوف الشعب العربي كله صفا واحدا، والشعب المسلم كله عربيا أو غير عربي، وراء القضايا الحياة التاريخية، وراء القضايا الحقيقية، حقنا الذي نطالب به وندافع عنه وندفع عنه كل غال وكل رخيص. الشعب العربي كله، شاهدته في لبنان، شاهدته في سوريا، شاهدته في اليمن، شاهدته في البحرين، شاهدته في الأردن، شاهدته في ليبيا في مؤتمرات كثيرة جدا، ما تخلف عربي أو مسلم عن حقه أبدا ولن يتخلى. هذه المرحلة تعطينا الأمل في أن إسرائيل ستزول. اطمئنوا، والله ثم والله ثم والله، إني على يقين في عهد الله وفي أن هناك وعدا من الله سبحانه وتعالى سيأتي وسيرسل عبادا سماهم الله ووصفهم بعباد له، أي نسبهم إليه، عبادا لنا، بعثنا عليكم عبادا لنا، ينسبهم الله لذاته. تخيل كيف يكون هؤلاء العباد، أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، والله يتوعدهم وإن عدتم عدنا، ثم يقول لهم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هؤلاء هم كلاب جهنم، هؤلاء هم حصاد نار جهنم بأفعالهم الإجرامية بمخططاتهم. ما يحدث في العالم كله من نشر للحرب البيولوجية، كورونا وغيرها، كل ذلك يقف من ورائه الماسونيون العالميون والصهاينة العالميون لصالح الكيان المغتصب لأرضنا في فلسطين. إسرائيل تؤمن أن هناك نهاية لهذا العالم، تؤمن بذلك، وأن هناك حربا خالدة في نظرهم وفي معتقدهم تسمى حرب الهرمجدون، وكلمة الهرمجدون كلمة عبرية معناها المجد العظيم. يؤمن صقور الحرب، ويؤمن الدينيون، ويؤمن التوراتيون،
ويؤمن المتعصبون من الصهاينة أن هناك حربا سيباد فيها العالم كله هي حرب الهر مجدون، ومن ثم نرى أن إسرائيل تنشئ الخنادق تحت الأرض استعدادا لهذه الحرب. يزعمون متوهمون في ذلك أن العالم سيأتي إلى مرحلة فاصلة يباد كله بأسلحة الدمار الشامل، ووقتها سيهرب الصهاينة وحدهم، اليهود وحدهم، بنو إسرائيل وحدهم كما يسمونهم تحت الأرض، ثم يخرجون بعد ذلك ليحكموا العالم كله، والعالم كله يكون خدما عندهم.